السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. إفريقية تتكلم عن خطاب رئيس بوركينا فاسو الموجه إلى كل رؤساء بلدان إفريقيا، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم. خطاب الرئيس الشاب رئيس الحكومة الانتقالية لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري يمثلني. كلنا شاهدنا الانقلاب الحصل لحكومة بازوم في النيجر، بما أنه دي حكومة منتخبة، دي حكومة صوتت له شعب النيجر. الحصل في النيجر ذكرني خطاب أردوغان لما حاولوا ضباط في الجيش ينقلبوا على حكومته، قال إنه تركيا ما دولة أفريقية عشان تنقلبوا عليه. ببساطة حشاشة الأنظمة عندنا في أفريقيا، الحرس الرئاسي يحجز رئيس الدولة ويسقط الحكومة. الاستعمار كان لازم يعمل حاجة يخليه يضمن مصالحه في الدول الأفريقية. بقت الصراعات مستمرة في دولنا الأفريقية، وبقت الدول الغربية هم اللي بيحددوا القيادات في دولنا بناء لمصالحهم. ولما بدت الشعوب الأفريقية تنفتح للعالم وتبع بنوع الاستعمار، قاموا خلقوا المعامرة الجديدة، النظام العالمي الجديد، وبقت أفريقيا ضحية للنظام العالمي الجديد. بقينا للقوة العظمى عبارة عن سوق، بقوا الدول العظمى يصنعوا لنا الحاجات وإحنا نشتري. ومع النظام العالمي الجديد بدينا نشوف الشركات المتعددة الجنسيات يشيلوا الخام من دولنا الأفريقية بمقابل خدمات رديئة. مثلا الشركات الصينية اللي بتبني منشآت ما حتكون عندها مستقبل في أفريقيا. رئيس بوركينا فاسو في القمة الروسية الأفريقية خاطب القمة وقال الدول الأفريقية هي اللي بتملك الأراضي الخصبة والمياه العذبة، بتملك الموارد الطبيعية وبيعتبر أفغر غارات العالم، بنمشي نشحت من الدول الغنية. قال السؤال ده أنا ما قادر له إجابة. خاطب رؤساء أفريقيا وقال لهم خلوا الشباب يحاربوا الأنواع الجديدة للاستعمار. لما نحارب أشكال الاستعمار الجديدة حننحط بدولنا الأفريقية زي ما رواندا عمل بالضبط. لما رواندا أدركت بأنه فتنة القبلية يهو ما هيخلي بلدهم ينحط، قاموا حاربوا القبلية وشفنا رواندا. واصل خطابه الموجه لرؤساء أفريقيا وقال لهم أمنوا الخدمات والحياة الكريمة لمواطنينكم في الدول الأفريقية عشان تضمنوا الأمن والاستقرار. وده الكلام الصحيح، ده الكلام المفروض يتقال. ولغاية ما أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.